السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش الصديق المقرب ديال حكيم زياش اللي هو روميلو لوكاكو انتفض وتقلب على المدرب توماس توخيل، وكاع داك الكلام اللي قالوا كنا صادقين بغينا يقولوا حكيم زياش. ولكن قبل ما ندخلوا في التفاصيل، نبداو اولا مع اللاعب هاشم الصور اللي اليوم هو اللي اول مره كيخرج على الصمت ديالو بواحد ستوري وهو لابس توني ديال المغرب وكاتب عليه شكرا ومعاه الدرابو او الرايه المغربيه. وهذا الستوري فيه الكثير من المعاني والدلائل، كانه كيقول للمسؤولين انا تحديت الاتحاد الايطالي باش نلعب للمنتخب الوطني المغربي، وفي الاخير هذا هو المصير ديالي كنت تجاهل. وهذا ستوري يتزامن مع احداث عبد الصمد الزلزولي، كانه بغى يقول ايضا في رساله مشفره انه اللي كيبغي يلعب مع المنتخب الوطني المغربي كتهمشوا وكتجاهلوا مثل حكيم زياش ونصير مزراوي مؤخرا، واللي كيتكبر او ما كيهتمش بالمنتخب الوطني المغربي هو اللي كطلبوا وكتجريوا من موراه. وايضا ديك الكلمه ديال شكرا اللي قالها راه معروفه شنو كيقصد بها، وبكل صراحه كان علينا نوقفوا معاه بعد ما الاتحاد ايطالي وفريق اسي ميلو انتقموا منه فقط لان الذنب ديالو واحد، انه محب للمغرب وكان الحلم ديالو انه يلعب مع المنتخب الوطني المغربي الاول ويعطي معاه ويجيب الالقاب والى اخره. المهم نقطه ونرجعوا للسطر، ما يحدث حاليا في البلوز تشيلسي، بحيث روميلو لوكاكو فجر مفاجاه في حديثه لاذاعه سكاي سبور بحيث قال بالحرف لست سعيدا بهذه الوضعيه، هذا امر طبيعي، اعتقد ان المدرب توماس توخيل قرر اللعب باسلوب مختلف وبالتالي يتعين علي عدم الاستسلام ومواصلة العمل وأن أتحلى بالاحترافية. أعتقد أن الوقت قد حان لكي أتحدث عن هذا الموضوع لأن إنتر ميلان لا يزال يملك مكانة خاصة في قلبي، سأعود للعب هناك وأنا أتمنى ذلك حقا. حان الوقت لكي أتحدث عما حصل فعلا من دون الإساءة إلى بعض الأشخاص، لأنه ليس من طباعي أو التوجه بالاعتذار لأنصار إنتر ميلان، لأنني أعتقد بأن الطريقة التي تركت إيطاليا فيها كان يجب أن تكون مختلفة. يعني باختصار هو نادب انه خرج من انتر ميلان وباغي يرجع في اقرب وقت ممكن، وايضا هو غير راضي بتاتا على اسلوب توماس توخيل اللي كيطبقوا معاه، وهذا الشيء فعلا اللي كيطرا ايضا مع حكيم زياش واللي كنا كنتمناه هو اللي يكون خرج بهذه التصريحات. ولكن توماس توخيل رد على تصريحات اللاعب روميلو لوكاكو في المؤتمر الصحفي اللي كان يوم الجمعه بحيث قال بصراحه لم يعجبني ما قاله لوكاكو لانه اثار ضجه نحن في غنى عنها، من السهل اخراج تصريحات من سياقها وبالطبع لم تعجبني، انها تسبب ضجه لا نحتاج ولا تساعدنا. واضاف ايضا ساتحدث مع لوكاكو بشكل شخصي، لقد تفاجات بما قاله لانني لا اراه غير سعيد معنا بل على العكس، احتاج بعض الوقت لافهم ما يحدث للوكاكو لان ما قاله لا يعكس حالته اليوميه مع الفريق. اذا كانت هذه هي القصه ديال توماس توخيل واللاعب روميلو لوكاكو اللي بكل صراحه كمغاربه كنا كنتمنوا حتى حكيم زياش يبقى يخرج بمثل هذه التصريحات، ولكن الكاريزما او الشخصيه ديال المغربي زياش كيغلبها طابع الهدوء على عكس تماما ما يروج وجلال المدرب واحد هاليلوزيش انه فيه المشاكل وغير منضبط. وختاما اكيد كيبقى راي ديالكم كالعاده، كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامه.